طبعا اكبر من سجل للاهلي في دوري الابطال. احنا النهارده جايبين لكم على الهواء مباشره اصغر من سجل للاهلي في دوري الابطال، واحد من نجومنا اللي بيشرفونا النهارده ترافولتا الكره المصريه كابتن شريف عبد المنعم، ويشرفنا طبعا الكابتن الكبير احمد ناجي، طبعا كابتن النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي ومدرب منتخب مصر السابق، بيشرفونا في سهرتنا النهارده. كل سنه وانتم طيبين، سنة طيبين يا كابتن، كل سنه طيبين منورين الدنيا. الله يخليك يا كابتن شريف. كل سنه طيب يا كابتن احمد. كل سنه وانتم طيبين. وعايز اقول ايه بقى، عشان ماتش يوم السبت ده ايوه ده ماتش بتاع وطن بتاع وطن مش بتاع عنان. طبعا طبعا طبعا. فهقول اصل الحكايه وطن غالي وعزيز على الكل، يفوت عليه الزمن يطرح في ارضه الفل، يتحدى كل المحن من غير هوان ولا ذل، اصل الحكايه وطن غالي وعزيز على الكل. الله الله يا كابتن، الله يا كابتن ناجي، وهنعمل ماتش زي الفل. وقبل ما نبدا الكلام، اللي عايز تذاكر يروح لكابتن شريف عبد المنعم. أيوة. عايز تذاكر كتير. ايوه انا محتاج 6 درجه ثانيه. منورين واهلا وسهلا بيكم. كل سنه طيبين. كل سنه طيب يا كابتن شريف. منور الدنيا يا كابتن ناجي. كل سنه ومصر كلها بخير وطيبه واهلها طيبين وناسها طيبين وكل اللي بيحصل فيها طيب، وكل الناس في رمضان بالتحديد بتتحول، بيزيد شويه في رمضان يا كابتن ناجي، بتتحول الى ملائكه. صحيح. فان شاء الله نتمنى ان ده يكون طول السنه باذن الله. اتحولت ولا لسه يا كابتن شريف؟ رمضان في مصر حاجه ثانيه. كل سنه وانتم طيبين. في مصر وانت ماشي كده، لو اتاخرت شويه على الفطار وانت بتتفرج على الناس وهي بتجري ورا الناس، بترمي عليك الاكل، بتجري ورا الناس عشان تعمل لهم الاستقبال، ازاي يفطروا وياخدوا الثواب، والاثنين بياخدوا ثواب على فكره، يعني اللي بيفطر واللي بيقدم الفطار. انتوا اكيد عندكم كمان يعني في مشواركم الطويل مع الاهلي ومع المنتخب، اكيد في ذكريات في رمضان مختلفه عن بقيه. طبعا اكيد. صح؟ طيب في ذكريات. انتوا لعبتوا مع بعض يا كباتن صح؟ طبعا طبعا. لعبنا جيل واحد كتير. يمكن احمد اكبر مني سنه. بسنه بسنه. انت 59. انا 59. فضحتنا. هو بس حلوه وزي القمر. الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. هو ومجدي سن واحد، مجدي عبد الغني هو سن 59. انا مجدي جيلي انا. وحسام البدري اصغر مننا سنتين، وطاهر ابو زيد اكتر مننا سنتين. هم دول 60. ايوه. 61. لا طاهر 61 البدري 60 وطاهر 61. تقريبا. كابتن طاهر اكبر من الكابتن حسام بدري بسنه. والله؟ بسنه. يبقى طاهر تدخلتنا في حزبه. خلاص واحنا فضحتنا. هم قاعدين دلوقتي. قال لك اوبا. بص بقى قول قاعد يحسب معانا دلوقتي. الفرقه دي كان فيها التقايل بقى، مدحت رمضان والوافدين. والوافدين والله يرحمه جمال الجندي. الله يرحمه. وخالد جد الله. وخالد جد الله وجمال جوده. بس 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 كل دي كل تيم بيبقى زي دفعه كده يعني. يعني خلي بالك الدفعه دي الوحيده في تاريخ النادي الاهلي اللي ما فيش واحد منهم ما لعبش درجه اولى. ايوه كلهم بلا استثناء، بالحراس كنت انا والله يرحمه الكابتن عادل عبد المنعم. كل الفرقه دي مثلت النادي الاهلي في فلسطين. يعني انا لعبت دوري وكاس وافريقيا، منتخب ناشئين. منتخب ناشئين كنا مؤهلين ان احنا نروح كاس العالم مع كابتن فتحي نصير. وبابي فعلا من النوادر ان يكون في جيل في الناشئين كله يلعب درجه اولى بلا استثناء. انا كنت اول واحد لعبت وكنت متخيل لسه ان انا انت فعلا انا يعني انا كنت متخيل ان انا اخر واحد هيلعب في الجيل ده. لان كان عندي قدامي جمال الجندي وخالد وجمال خالد الجندي وخالد الجندي. انا كنت بوافق مع بعض واقول لهم ايه، انا هقعد اتفرج عليكم في الدرجه الاولى فوق ونشوف هتعملوا ايه والكلام. كنا نقعد ننقد بقى ونقول اصل ده كانت لازم تبقى كده وما اعرفش. وبعدين فوجئت ان انا وجمال عبد الحميد ومجدي عبد الغني اللي اختارونا وحطونا في القائمه الافريقيه. واحنا ما كناش نعرف. انت انا لسه بقول انا يعني هتقابلنا كتير بس اول مره اعرف انك اصغر لاعب سجل النادي الاهلي في دوري الابطال. انا كنت خدوني كنت هروح اسافر هورسد وحصل كان ماتش الصومال. كنا هنروح الصومال هلعب في هورسد هناك، وبعدين حصل ايه مش عارف يمكن ورق او حاجه زي كده ما كانش متظبط، فرجعت قالوا لي هتلعب هنا في مصر. فاكر السفرية دي كنا بناكل ايه؟ لا دي مش دي تاني واحدة ولا أول واحدة؟ اللي هي بتاعت هورسد بتاعت الصومال. أنا ما كنتش معاك هناك أنا. السفرية دي حوالي 10 أيام بناكل عيش بموز. عيش بموز؟ مفيش بقى أياميها تاخدوا معاكم أكلكم والجو ده؟ لا لسه بقى. أنت جيت التانية بقى بتاعت الأشغال؟ طبعًا. الأشغال الصومال. الرفاهية دي والسفرية دي بالذات عمري ما أنساها في حياتي. لأن تنسى ايه؟ انا كنت بسقط في الثانويه العامه. في الثانويه الرياضيه سقطت 3 سنين ورا بعض.
كان مدير الكوره كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه. اه طبعا. فهناك راح مظبط السفير ومظبط الدنيا ورحت خدت الثانويه العامه من هناك من الصومال. اه والله. اه فما انساهاش يعني السفير. في حاجات بتحصل من ورا ظهر يا اول مره اعرف. سجلت ايه جو؟ احكي لي بقى قصه اول هدف سجلته في دوري الابطال. انا جالي ربنا يديله الصحه كابتن عزت ابو الروس كان مدير الكوره ساعتها، فقال لي تعالى وخدني الاوضه جوه هتتمرن النهارده معانا كده مع الفرقه وبكره هتيجي على الغدا مع الفريق وكده، انت هتلعب بكره تاني تايم بالظبط كده يعني مكان كابتن علي زيور. علي زيور ده التغييرات متحدده من قبل علي زيور يعني مجهزيني ان انا هلعب، عايزينك تروح تنام بدري النهارده وترجي وبكره ما تخافش وقول اي حاجه هنقول لك عليها بكره. تمام. وجيت هنكت الاول انت لما جيتش قبل ما جيت لما خدت الخبر كده يعني هو ساعات في لعيبه كده ربنا بيديها بس ده بجح طول عمره. انت انا بجح لا لا ما بيخافش ولا ايه لا ولا الحاجات دي هي مش بجح في جريء في اتنين لعيبه او ثلاثه في تاريخ النادي الاهلي ما كانوش بيشيلوا هم الماتشات منهم شريف منهم ابراهيم سعيد منهم محمد عباس دول مش فارق معاهم يعني هي بدون شخصيته لا هو الشخصيه كده هو عايز يلعب بمزاجه انا بحب اللعب بيبقى عندك شخصيه انك انت عايز تادي عايز تسعد الناس اللي جايه تتفرج عليك عايز تقدر في اوقات كتيره بيعمل ضغط وتوتر ومسؤوليه لما بيبقى عندك كام لعيب في الملعب مش موجودين انما لما تتزرع في وسط عتاوي طبعا وزيزو وطاهر الشيخ ومختار ومحسن صالح تبقى شقلقان واربعه منتخب مصر ورا عبد الباقي وكابتن حسن حمدي وماهر ويونس وكابتن حسن وفتحي مبروك وسامت وثابت وارحمه وكرامه هم يشيلوا بقى انا هشيل هم ليه وناجي وعاد عبد المنعم وشوبير كويس بسم الله ما شاء الله خلاص بقى انت في منظومه اي حد يشيل انت مش مطلوب منك تشيل من الشويه اللي هم شافوه فيك انك تقدر تعمله بس هو الاوفر نيرف ده ما يعني في ناس اذا ما جالهاش ما تاديش كويس لو حمى ما قبل المباراه وتبقى انت حاسس كمدرب يا كابتن احمد بتقرا ده في اللعيبه يعني تبقى عارف مين عندك وانت بتبقى عامل تشحنه ومين إعداد عندك اعداد نفسي بشكل معين بحيث ان هو ينزل المباراه حابب يلعبها وحابب يطلع احسن حاجه عنده لكن في بتظل التوتر وضبط التوتر والحاجات دي كلها مهمه جدا بالنسبه للمدرب مع الفرقه بره النهارده